أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج لأنك تهمنا. موضوع الحلقة النهاردة يعني منقسم إلى كذا شق وكذا جانب. هنبتدي مع بعض أولى فقراتنا وهي مع الدكتور صابر عبد المقصود، استشاري جراحة التجميل ونحت القوام. هنتكلم معاه النهاردة عن مشكلة التثدي عند الرجال وعالجها بالفيزر. نطلع مع بعض التقرير ونرجع لكم تاني في الاستوديو مع بعض. مساء الخير، معاكم دكتور صابر عبد المقصود، استاذ جراحه التجميل ونحت القوام. الفيديو بتاعنا النهارده موجه على عكس الفيديوهات اللي فاتت للرجاله، مشكله المشاكل ومشكله سن البلوغ ومشكله ما بعد سن البلوغ ومشكله الرياضيين بالذات، وهي عمليات التثدي وعمليات السمنه في محيط الخصر. بنقدم لكم النهارده التقنيه بتاعتنا اللي هي احدث من تقنيه الفيزر، تقنيه الالترا زي الترا ساوند، الجهاز بتاعنا النهارده اللي احنا بنستخدمه مع حضراتكم في اوضه العمليات علشان نوصل للاماكن اللي احنا ما كناش بنعرف نوصل ليها قبل كده، والمشكلات بتاعه الفيزر القديمه اللي هي مشكله حرق الجلد، مشكله عدم الشد كويس، مشكله الدهون السطحيه اللي احنا ما نقدرش نوصل لها بالخاصيه الفيزر، دلوقتي بنقدر نوصل لها بالموضوع ده، وممكن نعمل السكس باكس اللي كل الشباب بيحلموا بيه. بس طبعا الناس اللي السمان قوي دول بيبقى صعب شويه، فاحنا دايما بنحاول نقول لهم خسوا شويه وتعالوا لنا نقدر نعمل معاكم كل ده. احنا بنخش عندنا من خلال البروب الصغيره دي، بنقدر من خلال خاصيه او المود ان احنا ندوب الدهون ونزيل جزء كبير من الغدد اللبنيه الموجوده في حالات التثدي عند الرجال، بنزيل جزء كبير او من الدهون اللي موجوده تحت الجلد على عضلات البطن علشان نقدر بعد كده نشكل الجلد. بعد كده بنخش بالبروب الثانيه، الجروب دي مميزه جدا اللي فيها تو جروفز بنقدر نخش بيهم للاماكن اللي احنا ما كناش بنقدر نوصل ليها، ونقدر نعمل شكل جميل اللي هو الشكل العضلي للراجل، لصدر الراجل، مش الشكل القريب للسيدات اكتر، وبسميها الجاينيكوماستيا او التثدي او الثدي الانثوي لدى الرجال. لا، بنقدر نعمل نرسم عضله البكتوراليز او زي ما يسموها الرياضيين البيك ماسلز، بنقدر نرسمها، بنقدر نوصل الريكتس ابدومينس او السكس باكس او عضلات البطن والمحيط الخاص والأوبليكس، بنقدر نعملهم من خلال الـ البروب دي. بنقدر من خلال عندنا المود زي بنقدر نطلع حرارة بطريقة معينة، وده اللي بيميزنا عن الفيزر القديم، ان احنا بنقدر نشد الجلد نزيل الدهون البسيطة اللي موجودة السوبرفيشيال فات او الدهون السطحية اللي موجودة، بنقدر نوصل بيها من خلال البروب دي ونشد الجلد بدون ما نعمل اي حروق للجلد. بيقل التورم، بيقل الفترات الاعفاء، بيقدر يمارس حياته الطبيعية والرياضية، وينزل يقدر ينزل الجيم بعد 10 ايام لاسبوعين بدون اي مشاكل خالص. عندنا اكتر من بروب زي البروبز دي، بنقدر نوصل بيها للاماكن اللي احنا ما كناش بنقدر نوصل بيها زمان للدهون السطحية والدهون العميقة بالنسبة للرجالة. ودايما بتمنى لكم جسم رياضي وجميل وسكسي باكس ليكم كلكم. شكرا. أعزائي المشاهدين، ورجعت لكم تاني في الاستوديو ومعايا دكتور رانيا السيد عبد العليم، دكتوراه واستشاري العلاج الطبيعي لأمراض المخ والأعصاب، مدير بالقصر العيني جامعة القاهرة. موضوع الحلقة النهاردة عن أحدث وسائل علاج خشونة الركبة، وطبعا يعني خشونة الركبة ناس كتيرة جدا بتعاني منها سيدات أو رجال. هنتكلم النهاردة مع دكتور باستفاضة عن الموضوع أكتر. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. مبدئيا كده يا دكتور، إيه هي خشونة الركبة؟ بصي، خشونة الركبة الأول خلينا نتكلم إيه هو مفصل الركبة. مفصل الركبة أنا بشوفه من المفاصل الحيوية، هو الأكثر بروزا في المفاصل، بيقوم بعدة من الوظائف الحيوية، زي طبعا الوقوف، زي المشي معتمدين عليه، زي طلوع ونزول السلالم. فمن المفاصل اللي بنستخدم فيها موشن بنسميها عالية في ديناميكية الحركة بتاعتها،
مفصل الركبه بالزيت. تكوين الركبه يا دكتور، مفصل وايه تاني اللي احنا عندنا بقى الركبه كمان سبورتد باربع اربطه، الرباط الامامي، رباط الصليب الامامي، والرباط الخلفي، والاربطه الجانبيه. وفي طبعا من اهم الحاجات في الركبه في حاجه اسمها الغضروف الهلالي، ده مهم جدا جدا لانه ده من الحاجات اللي سهله لما بيحصل فيه قطع او تاكل او كده بيوصل لي ان يحصل خشونه في الركبه. ده يا دكتور اللي هو الرباط الصليبي اللي بيقولوا عليه؟ لا مش ده، ده غير الرباط الصليبي. هو دايما المنتشر عشان اصابات الملاعب الرباط الصليبي. لكن في بقى الغضروف الهلالي الناس يعني بتنساه، ويعني او مش بتنساه، ما عندهمش التوعيه بتاعته الكافيه. الغضروف الهلالي ده مهم جدا، لو حسيت في الم في ركبتك في الجزء اللي جوه ده خلي بالك، ده انذار انه بدا يحصل ممكن التهاب، ممكن يكون تآكل، ممكن يكون قطع في الغضروف الهلالي، وده هيؤدي مع الوقت لخشونة في الركبة ونقص المادة الزلالية اللي في الركبة، فندخل فيما هو إيه يسمى بخشونة الركبة. تمام. طيب دكتور، خشونة الركبة يعني بتصيب أنهي جزء بالظبط في الركبة؟ حضرتك قلتي إن الركبة متكونة من أكتر من جزء ومن أكتر من غضروف ومن أكتر من عظمة أو عضلة موجودة في الركبة، صح؟ تمام. الجزء الأساسي اللي يتقال عليه ده فيه خشونة في الركبة. بصي، اللي هو غضروف الركبه بيحصل فيه، بيبدا يحصل فيه زي ما قلتلك تاكل، وتنقص الماده الزلاليه اللي هي مسؤوله عن اليوبريكيشن او بالعربي التزييت بتاعه المفصل. تمام، فاهميني؟ فحتى العيانين دول هتلاقيهم ساعات يقولك انا حاسس باحتكاك، انا حاسس بكريكس، يسمع ترقعه في المفصل بتاعه. لما يجي يصحى من النوم ممكن يلاقي عنده تيبس، يحس ان الركبه كانها مش قادر يفردها او كانها ماسكه في بعضها كده، متنيه ومش قادر يفكها متيبسه. وبعدين بقى لما يبدا يتحرك شويه تبدا، ده في البدايات تبدا تشتغل، يعني تبدا تشتغل معاه وتبقى فيها ليونه اكتر. طب اسباب خشونه الركبه ايه يا دكتور؟ يعني الاسباب اللي معروفه يعني عامه في الحاجات الخاصه بالركبه، الكدمات او الوقعه او لا، احنا عايزين نتكلم عن خشونه الركبه بقى، هنتكلم عن اسبابها هنا. هنتكلم اول حاجه طبعا في عوامل وراثيه، يعني في ناس اصلا يعني بتلاقي والدتها كده، باباها كده، اخوها، عمها، خالها، يعني خشونه الركبه من الحاجات اللي فيها ممكن يدخل فيها العمل الوراثي. تمام. تاني حاجة أنا شايفة طبعا إن الوزن الزائد من أكتر الناس اللي شفت عندهم خشونة ركبة، بلاقي فعلا عندهم مشكلة الوزن الزائد. كدمات، التهابات، إصابات ملاعب من قبل كده في الهيستوري بتاع العيان ده ممكن توصل لي لخشونة الركبة. قطع بسيط، في حاجة اسمها بارشال تير. يعني إيه بارشال تير؟ يعني قطع بسيط في قطع بسيط في الغضروف بتاع الركبه، ويتساب ويتركن وما نعملوش العلاج الكافي يدخلنا في نفس المشكله. ده القطع ده يا دكتور ممكن يجي ازاي؟ يعني في الغضروف الهلالي ده بصي حركه بسيطه جدا، رجليه عارفه الوقعه اللي هو، او مثلا مش لازم يكون واقع، ده انا عايزه اقول لك انه هو جه يتزحلق فمسك نفسه مثلا، فيقوم ايه محمل على الـ على الـ على الغضروف الهلالي او الميديال منسكس، دي تقوم عامله ايه كراكس كده، يسمع صوت كراكس كده، وتقوم حصل فيها ممكن كومبليت تير، يتقطع كامل، او يحصل برش. لو حصل حتى جزئي واحنا اهملناه خلاص بقى، ما هو قام بالظبط وخلاص، ده اللي بيحصل، ده اللي بيحصل فعلا. فينتهي الامر على ايه؟ على كده. ومع الوقت بقى يلاقي نفسه دخل بقى في التهاب، والبرش القطع الجزئي يبقى قطع كامل، ويبدا بقى يدخل في خشونه ركبه حتى في سن مبكر. لان هي او هو جه يزحف سند، عمل عارفه اللي هي الحركه اللي هي فيها التواء شويه، رجليه التانت تحته كده، فده يحصل ممكن من الحاجات اللي تعمل طبعا قطع بسيط. طب او قطع الاعراض ايه يا دكتور بتاعه خشونه الركبه؟ يعني لو اي حد كده قاعد في البيت وابتدى يحس بحاجات ممكن في ركبته او حاجه وجع، يبتدي يقلق امتى او يقول لا ده انا ممكن يكون كده في خشونه ركبه ولازم اتوجه لطبيب؟ بصي، الاعراض عندنا نقط كتيره قوي. اول حاجه ممكن العيان يجي يضغط على ركبته كده فعلا يحس بوجع. ممكن يحس بإفيوجن، يعني رجليه ركبته مورمه، يعني يحس ان هي منتفخه شويه. ممكن يبقى في عندنا اكياس زلاليه ورا، ده معناه انه في خشونه في الركبه قدام، يلاقي في حته كده كلاكيع مكلكعه. كلاكيع اللي هي بنسميها احنا عندنا برسايتس، هي فعلا هو هيحسها فعلا زي ما انت قلتي هتبقى حاجه مكلكعه ورا. ده معناه انه هنا ان احنا فعلا بدانا
يعني فعلا دخلنا في اعراض خشونه الركبه، الم في الجزء الداخلي للركبه، لان احنا قلنا الغضروف الهيلي من اكتر الحاجات اللي بتتاثر، فيبقى في عنده الم في الجزء الداخلي للركبه، يسمع صوت احتكاك في ركبته، يسمع صوت ترقع في ركبته، يحس بتيبس في المفصل زي ما قلنا وفي المشي، يحس بوجع في ركبته اثناء الطلوع والنزول بتاع السلالم، يبدأ يحس ان ركبته وجعاه خصوصا في الطلوع والنزول، من الحاجات اللي بتبقى انديكيتور حلو قوي في الخشونه، يعني اول ما بيبقى فيه خشونه من الحاجات اللي بتبان فيها. طب مستويات الخشونه يا دكتور بتاعت الركبه يعني بتبتدي اولا بايه بالظبط، وممكن بتوصل لمراحل متاخره بعد قد ايه؟ بصي، ممكن يوصل الموضوع من التهاب في الغضروف الهلالي لقطع بسيط، لنقص المادة الزلالية بتاعت الركبة، لتآكل الغضاريف وتآكل المفصل، وبعدين بقى خلاص المفصل اتأكتر ده ممكن وتآكل. يعني مدة قد إيه ممكن المريض يوصل لمرحلة التضرر الكاملة بالشكل ده؟ لا بصي، انا دايما بقول الحاجات دي ملهاش، طبعا الايدج فاكتور، يعني احنا العمر من العوامل اللي بتزود احتمالات خشونة الركبة من غير سبب كده، نقصت المادة، يعني ده فاكتور، فمش هتقدري تحسبيها. لو هو سنه كبير هيبقى أسرع طبعا، يعني من حد سنه صغير حصل معاه كده. لو حد زي ما قلنا تعرض لإصابات ملاعب، لو حد تعرض لكسور أو كدمات، كل الحاجات دي بتخلي يعني الوقت يبقى اللي ممكن نوصل فيه للخشونة بتسرع. يبقى أسرع. فهي بيحكمها عدة عوامل، يعني مش فاكتور واحد. طب من الحاجات يا دكتور اللي البيشنز بتخاف منها جدا وبتخاف تلجأ لطبيب خوفا من إجراح، يعني إجراء تدخل جراحي أو حاجة ممكن تكون يعني قوية شوية، الركبة، الظهر، الحاجات دي، فبيبتدي المريض يتغاضى ويبتدي يعني يعمل نفسه مش واخد باله وياخد بين كيلر ومسكنات على عسى الألم يروح، ويبتدي شهر في التاني في التالت يعمل نفسه مش واخد باله لغاية ما المرحلة بتوصل لمرحلة خطر جدا. إهمال المريض يا دكتور في حالة زي كده ممكن تؤدي لإيه؟ بصي بقى، اهمال المريض اولا، اهمالك هيخليك، يعني احنا ما بنقولش دلوقتي علاج جراحي خالص، احنا بالعكس احنا عايزين نهرب من العلاج الجراحي في الامر ده، لانه العلاج الجراحي اللي انا شفته اللي هو بيعمله مفصل صناعي، بصراحه كل الحالات اللي جات لي بعد المفصل الصناعي بتاع الركبه بالذات، مش كل المفاصل بس الركبه بالذات، لان احنا زي ما شرحنا في الاول في تكوين الركبه ان هو من المفاصل اللي ديناميكيه الحركه فيها عاليه جدا، وبيقوم بكذا حاجه فيها اكتيفيتي او موشن عاليه، فهو من المفاصل اللي عمليه تغيير مفصل انا مش شايفاها ناجحه فيها. بشوف العيان وهو عنده كان خشونه، كانت الحركه بتاعته افضل من بعد ما ركب المفصل الصناعي. فابسط حاجه هقولها ان احنا هنوصل في الاخر للتريك ده اللي هو نتائجه مش حلوه، واللي هو ممكن تخلينا في الاخر مش قادرين نستخدم الركبه دي، او نرجع بقى ان احنا ماشيين على عكاز، او نبقى ماشيين على كرسي متحرك. يعني الإهمال ممكن فعلا، شوفي خشونة الركبة تبان مشكلة بسيطة، بس ممكن الإهمال عجز كامل. فيها توصلنا لعجز كامل، لأنه مفصل مهم طبعا. طب دكتور يعني دلوقتي البيشن عشان يتجنب انه يتعرض لخشونه الركبه ممكن يعمل ايه؟ يعني هو بتبقى نوعيه اكل، نوعيه رياضه معينه، يعني بيبقى ايه اللايف ستايل اللي ممكن يعمله عشان ما يتعرضش للموضوع ده؟ العلاج، نبدا بقى يعني العلاج هنا هو الـ يعني نبدا بعمل الجلسات اللي احنا نشرحها. الجلسات دي انا عملتها على ناس كانوا خلاص انديكيتد ان هم هيغيروا مفصل، خلاص الركبه منتهيه، ومع ذلك جابت نتيجه معاهم، فما بالك لو انا جايه في بدايه الخشونه او في بدايه المشكله او في بدايه الموضوع وهو لسه التهاب. كل ما احنا بدانا الجلسات والعلاج بدري، كل ما النتائج بتاعتنا كانت في اعلى مستوياتها. طيب ده العلاج يا دكتور، انما عشان يعني يتغاضى اصلا انه يدخل في مرحله خشونه الركبه او يدخل في ان هو يحتاج بقى اصلا علاج، يعمل ايه عشان بصي البيشن؟ هقول لك على حاجه، هو في نصايح احنا بنقولها اللي هو مثلا الناس اللي هم بيتهم طلوع ونزول سلالم كتير، دي من الناس اللي عندهم عرضه اكتر. الناس اللي هم زي ما بقول لك مثلا الهيفي ويت، الوزن الثقيل، نتجنب الوزن الثقيل، من اكتر المفاصل اللي بتتاثر بيه على فكره اللي انا لاحظته الظهر والركبه، اكتر جزئين بيبقى التحميل، نقط التحميل عليهم بتبقى عاليه جدا وبتتاثر بالوزن الزايد، دي من اكتر الحاجات. طبعا بقى
طبعا في بعض الاوضاع فيها تحميل على الركبه، اللي هو مثلا منوطي نجيب حاجه من الارض مثلا، ما نبقاش في اوضاع مش معينه. مره واحده، في ناس بالظبط بتنزل كده، مره واحده تجيب الحاجه بالظبط. فبيحصل لظهرها تضرر والركبه تضرر. طيب دلوقتي يا دكتور، البيشن لما بيجي العياده يعني مبدئيا كده طريقه التشخيص المبدئيه للمريض، بنشوف طبعا الاشعاعات بتاعته، بنعمل اشعه عاديه، ولو هو وساعات لما بيبقى فيه كذا مشكله بنفضل نعمل رنين مغناطيسي. بنشوف يعني هو غالبا العيان ده بيبقى عدى مراحل كتير ومر على دكاتره، يبقى هو بيبقى عامل الاشعه بتاعته، وبيبقى عامل يعني هو بيبقى جاي لنا متشخص جاهز، مش بيبقى لسه هيتشخص. هو اوريدي بيبقى عارف ان هو عنده خشونه في الركبه، بس مشكله عيانين الخشونه يا شاذة ان هما يعني هما بيبقوا مش عارفين يتصرفوا في المشكله ازاي، لان هو كمان في مشكله عندهم حتى في العلاج اللي احنا بنعمله، الجزء اللي حصل فيه تآكل، واي حد هيقول عكس كده طبعا يبقى كلام مش طبي ومش صحيح، ما بيرجعش تاني. انا هعالج المتبقي، المتبقي، همنع ان شاء الله باذن الله، يعني كله بايد ربنا، هنمنع انه يحصل تآكل زياده، وهنحمي المفصل، وهنزود الليوبريكيشن، التليين او التزييد بتاع المفصل. لكن الجزء اللي اتاكل ده ما احنا ما بنرجعوش، خلاص حاجه حصل فيها تآكل، هترجعيها ازاي؟ طيب طرق العلاج بقى يا دكتور، يعني مبدئيا كده للمراحل اللي هي المبدئيه في خشونه الركبه لغايه المراحل المتاخره. احنا عندنا بصي عندنا جهاز امريكي، الجهاز ده اسمه العلاج بالتأيون او الايون توفوريزس، ده بنحقن فيه مواد بتبقى فيه ماده مضاده للالتهاب. الميزه بقى في الحقن اللي هو عن طريق الجهاز ان انا ما باذيش المفصل ان انا بدخل فيه في حقن مباشر، لانه الناس بتخاف جدا من الحقن المباشر، لانه ده هو في حد ذاته بيعمل نوع من انواع يعني الالتهاب او الالم زياده جوه. بيبقى معنى ايه يا دكتور حقن مباشر؟ في نوع من انواع علاج الركبه ان هم يدخلوا ابره جوه المفصل ويحقنوا فيها تمام. ماده، واغلب المواد دي بتبقى قائمه على الكورتيزون. لا احنا بنحقن مواد مضاده للالتهاب، مش شرط تكون كورتيزون. يعني مش لازم الحقن عندنا يبقى كورتيزون، لا احنا ممكن ندخل مواد عن طريق جهاز التأيون ده من غير كورتيزون، من غير كورتيزون بندخل ماده مضاده للالتهاب، نقدر ندخل ماده حاجه اسمها الهايلورونيك اسيد، دي بتزود الليوبريكيشن او الليونه بتاعه المفصل. وفيها ميزه تانية عن الحقن اللي عن طريق الحقنه ان هو بيقدر هنا بتدخل في حته معينه جوه المفصل، لا ده بيقدر يعمل ايه، الجهاز بيقدر يعمل توزيع، وكمان بيدخل لانسجه اعمق. يعني بيدخل لانسجه عميقه اكتر. تمام. ده يا دكتور مفعوله بيكون مفعول يعني مؤقت ولا لا بيكون طرق علاج دايما؟ لا احنا بندخل المواد دي بيبقوا عباره عن ثلاث مواد بنحقن بيهم، مادة بتساعد على تنشيط وتجديد الخلايا، ومادة مضادة للالتهاب، ومادة بتعمل ليوبريكيشن أو تليين للمفصل. المادة دي التلات مواد دول بنعمل الجلسة وبندخل الأدوية دي جوه المفصل، تأثيرهم يعني أنا بقول مثلا لو جه عمل، لو هو في المرحلة الأولانية على فكرة تلات جلسات بيبقوا هايلين جدا، بيحس بتحسن ملحوظ، بيحس بتحسن الموضوع بيروح. حتى بنعملها برضو في التهاب الأربطة وكده، لو حد حصل له ليجامنت سترين رجله اتلوت تحته. انا عايزه اقول لك ان انا شخصيا عملتها، بس كان لسه الموضوع حاصل يعني، في رجلي اتلوت تحتي في الانكل جوينت. عايزه اقول لك هي جلسه يعني من جلسه لثلاث جلسات، كل ما انت جايه بدري كل ما الموضوع نتائجه بتبقى افضل. لو الموضوع يعني في مرحله متوسطه لا ممكن نوصل لستة، بحد اقصى بنعمل 12 جلسه. ده العيان اللي ايه اللي بنسميه كرونيك، عنده تمام. بقى خشونه مزمنه وهنغير مفصل، مع ان انا في عيانين عندي كده يعني كانوا خشونه مزمنه وكانوا هيغيروا مفصل وعملنا ستة وكانوا هايلين وتحسنوا جدا. طيب نكمل يا دكتور بقيه طرق العلاج، لكن معانا جواهر من القاهره. ايوه مدام جواهر اتفضلي. دكتور مع حضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام. سؤال حضرتك ايه؟ سؤالي حضرتك، انا عندي خشونه في رقبتي حضرتك وبتوجع لي دراعي، وعملت 12 جلسه، ست جلسات قبل كده، وطلبوا مني 12 كان الدكتور، والم يا دكتوره ما تتوقعوش، الم جامد. عناية هجاوب حضرتك دلوقتي. في سؤال تاني لحضرتك مدام جواهر؟ يا دكتوره، وعملت اشعاعات كثيره يا دكتوره، الالم لما بيجيني
في القلب سليم. تعرفي يا حاجه، في انزلاق غضروفي ولا لا؟ نعم يا دكتوره. في انزلاق غضروفي؟ لا ما اعرفش، ما قالوا لي خشونه في الرقبه دلوقتي نازله على دراعي، ودراعي مسم جامد يا دكتوره. كده يبقى في مرض المواد ده ومش عامل لي حاجه. طب هجاوبك وهقولك على علاج، هقولك على علاج حلو قوي للموضوع ده. شكرا مدام جواهر، اسمع الاجابه من الدكتور. بصي، خشون طالما في تسميع في الدراع يبقى كده في غضروف، يعني اكيد في غضروف خارج من مكانه، فضغط على النيرف روتس اللي هي الجذور العصبيه، طالما التسميع ايه واصل للدراع. احنا عندنا في العياده حاجه اسمها شد فقرات بالكمبيوتر، بنشد الفقرات فالديسك يرجع مكانه فما يبقاش في ضغط على الجذور العصبيه دي، وبيجيب نتيجه هايله. ده هايلة. مده العلاج قد ايه دكتور؟ شد الكمبيوتر يعني على حسب ما نشوف بس الغضروف في انهي مرحله، لان الغضروف ليه 3 مراحل، بنشوفه في انهي مرحله وبيجيب نتائج هايله. ده مده يعني لو في مرحله متاخره بيكون مده من العلاج تقريبا من 6 برضو ل 12 جلسه، يعني ما بنزودش عن كده ان شاء الله، وبتتحسن، تحس بفرق جامد. تمام. هي بس بتقول مدام جواهر ان هي اخذت اكتر من جلسه تقريبا 6 او 12 جلسه، هي بس اكيد ما عملتش شد الفقرات بالكمبيوتر، ده موجود عندنا متوفر لو هي عايزه يعني تعمله ان شاء الله بيجيب نتيجه هايله. تمام. طيب نكمل بقيه حديثنا يا دكتور عن خشونه الركبه وطرق العلاج. حضرتك قلتي ان في جهاز امريكي، يعني مده العلاج ممكن تتراوح ما بين 3 جلسات ل 6 لحد الاقصى 12، يعني ودي بتبقى المراحل الصعبه قوي، لكن انا حتى المراحل الصعبه كانوا 6 جلسات كانوا كافيين جدا من العلاج ده. وفي جهاز تاني بقى، ده جهاز الماني، ده بيخرج تيار، هو اكتشفه سبحان الله عالم روسي، بيخرج تيار بيحكي نفس التيار بتاع الألم في الجسم. فأول حاجة بيشتغل على حاجة اسمها نيرف بلوك، بيقفل نهايات العصب اللي موصلة للألم، فما يبقاش عندنا إيه، ما يبقاش عندنا، يبقى عالجنا مشكلة الألم. بيعمل حاجة اسمها هارمونيزيشن. هارمونيزيشن يعني بيعمل إيه، بيعمل على تنسيق العمل بين الخلايا. في برنامج ثالث اسمه سيديشن اللي هو تسكين الالم، عن طريق زي ما قلنا اغلاق نهايات العصب اللي هي الموصله للالم. بيعمل حاجه اسمها اكتيفيشن للدوره الدمويه اللي حوالين المفصل، بيقوم بكذا وظيفه مع بعض. تمام. وبيعمل ريلاكسيشن للعضلات اللي حوالين المفصل اللي فيها تقلصات، لان غالبا بيبقى في شد عضلي في العضله الرباعيه وفي العضلات اللي حوالين المفصل، فبيعالج لنا كل المشاكل دي. ده برضو جهاز الماني مع بقيه وسائل العلاج بقى اللي زي الموجات الصوتيه. يعني بنكمل بقى بجلسه عاديه، في غلطه كبيره بتحصل في 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 الجلسات، يعني في اماكن متفرقه، انه حد لو انت عندك افيوجن يعني ميه على الركبه او ركبتك وارمه، اوعى تخلي حد يحط لك حاجه سخنه. والاجهزه دي يا دكتور بتتم تسخين المنطقه؟ مفيش تسخين. احنا نزود الدوره الدمويه من غير تسخين. تمام. التسخين هيزود الارتشاح اللي في الركبه ويزود لنا الميه. يعني في ناس سمعت مثلا يحطوا اشعه سخنه، يحطوا حاجات سخنه على الركبه، ده غلط جدا، ده هيزود الارتشاح ويزود الميه اللي على الركبه، ممنوع. طيب نرجع تاني يا دكتور للحته دي والمنطقه دي تحديدا، عشان في ليا سؤال عند حضرتك. لكن معانا ناخد استفسار من استاذ رشوان من المنيا. استاذ رشوان اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، سؤال حضرتك ايه؟ واللي بقى عاوز اسال الدكتور على ركبه من ورا، عامله ركبه من ورا عامله حاجه زي الكيس كده لتحت، ركبتين الاثنين حتى في الصلاه بيتعبوني. الركبتين التانيين الاثنين عاملين زي كيس من ورا. ايوه دي تمام. طيب سؤال حضرتك ايه بالظبط؟ عاوز اسال عليهم دول، عاملين لي الم جوه في الصلاه. الم جامد طبعا. في سؤال تاني يا استاذ رشوان؟ لا شكرا يا دكتور. شكرا. ده اللي كنا الحته اللي بنتكلم فيها، اللي هي الجزء اللي هو الالتهاب اللي اسمها بيرسايتس، ده بيبقى كيس زلالي او التهاب في ماده اسمها البيرسا. ده برضو بنعمل عليه نفس نوع العلاج ده، بنحقن الماده وبنعمل الجهاز التاني بتاع اللي احنا اتكلمنا عليه، الجهاز الالماني، وبنعمل حاجات بتضيع جلسات موجات صوتيه وحاجات معينه كده، وليزر، نبضات ليزر معينه بتضيع ايه
الالتهاب الناتج عن ايه؟ عن البرسايتس دي. التهاب بيبقى التهاب زلالي، اسمه التهاب زلالي. الحاله اللي هو بيقول عليها دكتور طالعه في الركبتين الاثنين، اه عادي، ده عادي، ده طبيعي ان هو ممكن يحصل في الركبتين، تقريبا ده يعتبر نسبه تضرر عاليه جدا للركبه. هي اصلا فكره الخشونه دايما عشان اول ما بتبدا في ناحيه العيان بيبقى محمل على الناحيه الثانيه، فبعد وقت بتبقى الناحيه الثانيه فيها خشونه. اه تمام. فدايما بيبقوا الاثنين مع بعض، بس بتبقى واحده بدأ قبل الثانيه بتبقى اكتر من الثانيه. بس هو دايما احنا بنشوف حالات الخشونه بيجوا بايلاترال، بيبقوا مع بعض. مع بعض. طيب نكمل بقيه حديثنا يا دكتور عن الجهازين الخاصين بالعلاج. الجهازين يا دكتور بيتم يعني خضع المريض للجهازين مع بعض ولا ممكن على حسب الحاله؟ لا، لازم نعمل البرنامج، لان بيبقى العلاج يعني احنا بنحقن الاول الماده المضاده للالتهاب دي، وبنحقن معاها بقيه المواد اللي بتزود اللوبريكيشن، تزييت المفصل، وبتعمل على تجديد الخلايا بتاعه المفصل. حتى في حد من المرضى كان بيقولي انا فعلا حاسس ان ركبتي كانت فاضيه واتملت، حتى المظهر الخارجي للركبه كمان بيفرق. بيفرق المنظر الخارجي المنظر للركبه؟ لو الخشونه جامده بيفرق، يعني بيحس ان الركبه فيها فراغ من العظم مش موجوده. المريض ده احتاج 4 جلسات وكانت النتيجه بتاعته هايله. طيب ناخد اتصال يا دكتور من استاذ احمد من الشرقيه. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل، سؤال حضرتك ايه؟ اهلا بيك، الله يخليك، كل سنه طيبه. وانت طيب. الله يخليك. والله انا بعمل اكلم الدكتوره بس. اتفضل دكتوره، سامع حضرتك. ربنا يخليكي. دراعي اليمين، ربنا يخليكي، دراعي اليمين ألمني خالص، يعني في كتفي، بط على الوجع تحت كتفي بشويه في ظهري، وبط على كتفي، وبيجي يسمع في ايديا، فما بعرفش اسوق العربيه، واحيانا اجي اكثر ما اقدرش اشيل الاكل امسك اكل يعني. عندك سكر؟ عندي سكر. تمام. طيب هتسمع الاجابه من دكتور. ده تيبس بيبقى في مفصل الكتف، بيجي مع مرض السكر، مشهور قوي، عشان كده سالته دايركت. اتكلمنا عليه قبل كده يا دكتور في حلقه قبل كده. ده تيبس مفصل الكتف بيجي مع السكر، عشان كده سالته على طول. عندك سكر؟ خلاص الاجابه وصلت. ده بيحصل حاجه اسمها ادهيزيف كابسولايتس، او في فروزن شولدر، الكتف المتجمد او الكبسول اللي مغلف الشولدر بيلزق في بعضه. فيجي يحرك ايده مش راضيه تتحرك، هي اصلا الموضوع ملزق جوه، فالم فظيع. يجي يحرك ايده مش راضيه تتحرك. طبعا ده بيتعمل له حاجه اسمها موبايليزيشن، بنحرك المفصل في اتجاهات معينه. بنعمله طبعا العلاج بالتأين، اللي هو بنحقن المواد المضاده للالتهاب وبنلين المفصل. وبنعمل الجهاز طبعا الالماني بيبقى هايل في الموضوع ده، نتيجته بتبقى هايله، لان هو اصلا بيعمل على المشكله بتاعه الموضوع ده، ان الالم بتاعه بيبقى فظيع، الفروزن شولدر. والناس بتستسهل يا دكتور وتاخد بين كيلر وتاخد مسكنات الام. بصي، البين كيلر والمسكنات دي ما بتعالجش، دي مسكنات وقتيه. طب وبعدين معدتك هتلتهب ومش هنعالج المشكله. احنا دلوقتي بقى بنتكلم في اساليب العلاج. عشان كده يعني ايه الموضوع بيبقى يعني ايه، خلاص عرفت مشكلتك يبقى لازم تعالجها. تمام. بنعمله بقى اللي هو العلاج بالتعين، وبنعمله الجهاز اللي هو بتاع اللي احنا اتكلمنا عليه، الجهاز الالماني، اللي هو بيوصل بيعمل النيرف بلوك، لانه الالم عندهم بيبقى فظيع، فنقدر بعد كده نعمل موبايليزيشن، نحرك بقى الكتف في اتجاهات معينه، بحيث ان احنا نكسر الادهيجنز دي، الالتصاقات اللي موجوده. والتحسن تقريبا يا دكتور في خلال قد ايه؟ على حسب هو بقاله قد ايه، يعني الحاله بتاعته حوالي 6 جلسات، بحد اقصى ممكن نحتاج 12 جلسه، ساعات في الحالات الشديده بنوصل ل 18 جلسه. 18 جلسه تقريبا يا دكتور، يعني بمعدل جلسه اسبوعيه ولا اكتر؟ لا احنا الجلسات بتبقى يا اما يوميه يا اما بتبقى يوم بعد يوم. تمام. طيب معانا منى من هنا، ناخد اتصال ونرجع نكمل حديثنا. استاذه منى اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت ممكن اكلم الدكتوره رانيا؟ اتفضلي معاكي. لو سمحت يا دكتوره. اتفضلي. انا كنت وجعت يعني فجاه، فحصل لي تهتك في غضروف الرجلي. تهتك؟ فكنت باخد علاج وكده، حاليا راح الدكتوره قال لي عامل تقوس معاكي في الرجل، فعايز اعمل ايه؟ والم فظيع في الرجل. في الركبه؟ طيب تحت تمام. الالم من تحت، يعني من تحت الركبه من تحت. طيب تمام، هرد علي. اوكي استاذه منى، يعني اسمعي الاجابه معانا. ده يا دكتور تقريبا الحته اللي احنا كنا بنتكلم فيها بتاعه المفصل الصناعي.
لا هو انا عايزه طبعا دي هنحتاج نبص على الاشاعات بتاعتها، نشوف المشكله واصله لفين، هل ايه نوع الجراحه اللي هي محتاجاها، وهل ممكن العلاج اللي احنا بنعمله يغني عن الجراحه ولا لا. دي محتاجه يعني نشوف تفاصيل واشاعات اكتر ليها عشان نشوف الوجع فين والمشكله فين ونقدر نحلها. تمام. طيب المفاصل الصناعيه بقى يا دكتور، وكيفيه تجنب المريض انه يركب او يوصل لمرحله انه يحط مفصل صناعي؟ طبعا في الاول لو انت عندك التهاب في ركبتك، بتحس بسخونيه في الركبه، بتحس بترقعه، بتحس بوجع في طلوع السلم او في نزول السلم، بتيجي تفرد ركبتك بتوجعك، او في شد في العضله الاماميه للركبه، كل في اكياس زلاليه اللي هو تحس بكلكعه او وجع في ركبتك من ورا، في وجع في الجزء الداخلي في الركبه، ده معناها ان انت يا اما عندك التهاب في الركبه يا اما في درجه من درجات خشونه الركبه. في سرعه العلاج بتاخد وقت اقل في العلاج، وبتتجنب ان احنا نوصل للمرحله دي، لانه مفصل الركبه نظرا للديناميكيه الحركه الكبيره اللي بتحصل من خلاله، المفصل الصناعي نتائجه فيه مش الناس متخيله هي لو شالت المفصل ده وعملت عمليه وحطت مفصل مكانه ان هو هتمشي زي الاول. لا، مش هتمشي زي الاول، عمر ما المفصل الصناعي بيبقى زي الطبيعي. يعني انا بشوف شفت حالات عملوا العمليه دي، وخاصة العملية دي بيحتاجوا يعملوها في وقت متأخر في سن كبير، يعني كانوا هم بيمشوا بالركبة اللي فيها خشونة وحصل فيها تآكل، بعد ما عملوا العملية دي وجايين يعملوا تأهيل مش قادرين يتحركوا، المفصل مش شايلهم. مش شايلهم يا دكتور عشان يعني عدم اختيار المفصل الصحيح، ولا هو المفاصل بوجه عام؟ الركبة لا، بصي يعني في مفاصل بتبقى النتائج فيها حلوة، زي مثلا يعني في تجميل مفصل الحوض بيبقى أرحم شوية من الركبة. الركبة بالذات ما توصلش نفسك انك تدخل في الإطار ده، النتائج بتاعته مش مفضلة وممكن تؤدي إلى إعاقة. تمام. يعني العملية بتبقى تكلفتها عالية جدا والنتائج بتاعتها مش مضمونة خالص. تمام. فالأفضل إيه؟ يعني إن أنت طول ما أنت في مرحلة ينفع تتعالج فيها، يبقى الوقاية خير من العلاج، ودي مش بس وقاية، ده علاج ووقاية. طيب معانا ابتسام يا دكتور من القاهرة. أستاذة ابتسام اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام، سؤال حضرتك إيه؟ لو سمحت يا دكتور، أنا عندي خشونة في ركبتي، وركبتي معوجه من الخشونه والصابونه داخله ببعضها. طيب ما اقدرش اتني ركبتي خالص خالص، ولو نتنتها وانا نايمه ما اقدرش افردها الا بصعوبه جدا، وتبقى متخشبه. تمام. اي حاله خشونه ركبه زي ما احنا بنتكلم بالظبط. كما قال الكتاب. كما قال الكتاب. طيب سؤال حضرتك، يعني حضرتك شايفه طرق العلاج، يعني عايزه تبتدي ازاي، ولا في سؤال تاني معين؟ طب طرق العلاج دي بتتكلف كام؟ طب طرق العلاج بقى تتكلف كام لما تيجي ان شاء الله نقول لها؟ طبعا مش يعني ده مختلف طبعا على نحتاج 3 مرات ولا 6 ولا 12، وهنحتاج نحط لها مواد ايه بالظبط. بس طبعا هي واضح طبعا ان هي عندها خشونه جامده في المنوفيه. طيب ممكن تتصلي على تليفوناتنا و شكرا مدام منى، تابعينا وهتعرفي الاجابه. هي بتتكلم عن طرق العلاج، عايزه تعرف التكلفه. بس هي اعتقد يا دكتور هي الحاله اللي هي او المرحله اللي وصلت فيها ان الصابونه دخلت، ما اعتقد دي مرحله متاخره جدا. دي كده يعني معناها ان مفيش سائل جوه. فالدنيا يعني عارفه عماله تحك في بعضها. تمام. وتتنيها زي ما بتحكي لك وهي نايمه مش عارفه تفردها. ما مفيش ماده تتحرك فيه، مش انا قلت لك في النوم وهي صاحيه من النوم، دي اكتر حته بتضايقهم. صح. فهي بتقولك انا تنيتها وانا نايمه، هي دي اللي احنا عمالين نشرحه، وهي شرحته لنا عشان عندها الحاله بالظبط. فهي دي حاله خشونه ركبه تيبيكال. طبعا تبدا الجلسات في اقرب وقت، كل ما احنا بدانا الجلسات بدري كل ما النتيجه تبقى افضل. غالبا هي تحتاج حقن لـ3 مواد مش ماده واحده منهم. احتمال على الاقل تحتاج من 6 نوصل لـ12، يعني حاله زي كده انا مش هبدا معاها بـ3 جلسات. لا، هنقول لها 6 وبعد كده نبدا نوصل لـ12. على حسب الحاله بيتم تكرير الكورس. بالظبط. طب الكورس ده يا دكتور تقريبا يعني في حاله زي المدام اللي اتكلمت متضرره جدا او ركبتها فيها مشاكل جامده جدا، مده الكورس دي تقريبا بتريحها قد ايه، او بتاخد فتره بتخليها تبتدي تكررها تاني امتى؟ يعني انا بقول مش اقل من سنه،
يعني الحالات اللي انا شفتها مش ممكن تبقى اقل من سنة ونص. بيفضل مده العلاج قاعده تقريبا سنة ونص، يعني سنه ونص معانا تقريبا، يعني لو كل سنه ونص جيتي عملتي كورس ما يجراش حاجه. الكورسي يا دكتور مدته اللي هو ماكسيموم 12 جلسه؟ بصي هو الماكسيموم ده في الحالات الشديده، بس اذا بنجدد ما بنعملش ابدا 12 تانيين. تمام. يعني لما بنيجي نعمله بقى كل سنه ونص ممكن نحتاج 3 بس. يعني فاهمة، هو دايما الاساس انت بتحطي الاساس، هو ده اللي بيبقى صعب. البيزك هو اللي بياخد وقت، هو ده اللي بياخد وقت. وعايزه اقول حاجه، لو ناس عملوها بدري اللي هو الموضوع لسه حاصل هيبقوا 3 جلسات ومش هيعملهم تاني في حياته. تمام. احنا بنتكلم بقى على الحالات اللي بقى عندها خشونه مزمنه والدنيا صعبه، فلو كل سنه ونص يجي يعملوا 3 جلسات ما يجراش حاجه. تمام. هناخد في الاول من 6 ل 12 جلسه للحالات المزمنه الصعبه، وبعد كده كل سنه ونص يبقوا يعملوا 3 جلسات. لكن مثلا بقى الحالات اللي هم الشباب الصغيرين اللي حصل وقع، اللي لحق نفسه في الاول، اللي عنده خشونه في اولها، ممكن يعمل 3 مرات خلاص وما يحتاجش تاني. تمام. يعني ما بيحتاجوش يعملوا جلسات تاني. معانا اتصال من ام ياسمين من البحيره، اتفضلي ام ياسمين. ممكن اكلم الدكتوره؟ اتفضلي، سؤال حضرتك ايه؟ لو سمحت، انا عندي بيبي عنده 8 شهور ولما بيقف في رجله ما يعني ما بيعرفش يسلق رجله. تمام. سنن طلع اسنان؟ بسنن، عنده بيطلع سنتين. طلع سنتين. طيب هجاوب حضرتك. حاضر. شكرا. شكرا ام ياسمين. احنا ممكن نساعده طبعا بكالسيوم وفيتامين دي، ونقعده في الشمس كده الصبح بدري وعلى المغرب. هنساعده بال3 حاجات دول. بس عامه الولاد اللي بيسننوا بدري بيتاخروا في المشي، يعني لانه الكالسيوم بيروح دايما في اتجاه من الاثنين. واصلا احنا ما بنستعجلش، الوقوف بيبقى عند 10 شهور والمشي بيبقى عند 12 شهر، ف 8 شهور لسه صغير فما تقلقيش. تمام. طيب اخر سؤال يا دكتور، لان وقت يعني للاسف الفقره يعني اوشك على الانتهاء. الناس اللي عندها يا دكتور طقطقه في الركبه على طول، يعني في ناس فعلا ركبتها ممكن الصوت بتاع الركبه اللي حواليه يسمعه، ده يعتبر ايه يا دكتور؟ بصي في حاجه اسمها بتبقى فيسيولوجيكال، بيبقى هو بيبقى المفصل طبيعته عنده كده. وفي حاجه لا، طب انفستيجيت، يعني نعمل اشعاعاتنا ونطمن ان مفيش خشونه ومش محتاجين علاج. لقينا مفيش حاجه خلاص مفيش مشكله، لقينا في حاجه يبقى نبدا العلاج فورا. تمام. اوكي، ميرسي جدا يا دكتور، ويعني ان شاء الله باذن الله لحديث بقيه. اعزائي المشاهدين، فقرتنا كده انتهت. هندخل دلوقتي للفقره الثانيه مع دكتور محمد جمال الحاصل على الدبلومه الامريكيه في التغذيه العلاجيه. نطلع فاصل ونرجع لكم تاني في الاستوديو.